أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022، هذا مع تراجع أعداد المواليد خلال آخر خمس سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد سكان مصر بالداخل في الأول من يناير من عام 2024 بلغ 105,858,000 نسمة، ذلك وفقا للسعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة.